ملاب الابن روح القدس الاله الواحد امين. في هذه العذاب يا ربي، العذاب الخطيرة في حياتنا، نقدم ليك الشكر والحمد لانك اتيت بنا الى هذه الساعة، لان يا ربي من منا كان يضمن ان يكون لي عمر الى هذه اللحظة، وانا ايضا يا ربي الواقف امامك هل كنت اضمن لي عمر الى هذه اللحظة؟ ولكن اشكرك يا ربي من اعماق القلب لانك فتحت لنا باب جديد واعطيتنا عام جديد واعطيتنا فرصة وسنة جديدة. ربنا يسوع المسيح، من خلال يا ربي شفاعات الست العذراء، ومن خلال يا ربي صلوات القديسين، من خلال يا ربي شفاعات الملائكة، من خلال يا ربي صلوات ماري برجس وماري مينا وزفة القديسين، من خلال يا ربي هؤلاء نرفع اصواتنا من افواه غاشة، من قلب غير نقي، من يا ربي فكر غير نقي مسوح، بأي حق نقف امامك ونديك حساب السندية يا ربي؟ نقول لك ليه الحساب بتاعنا؟ نقول لك افكارنا كانت حسب مشيئتك، نقول لك قلبنا كان نقي زي ما وصفنا وقلت انقياء القلب وعين الله، نقول لك ايدينا ما عملتش الشر ابدا، نقول لك عينينا ما نظرتش نظرة شريرة، نقول لك اذاننا ما سمعتش كلمة بذيئة ولا اغنية وحشة، نقول لك عينينا ما شافتش مناظر هذا العالم الرفيع، نقول لك ان قلبنا ما اشتهاش ماديات هذا العالم وشهواته ويغرق فيها، نقول لك يا رب ان الجسد ده اللي هياكل الدود ما فكرش ان هو يحافظ على نفسه ويخضع لذاته وشهواته. مين احنا اللي نقف قدامك يا ربي وانت امامك الملائكة الاطهار هم اللي بيغطوا وجوههم؟ في حد ايه يا ربي امكانيتنا اللي تسمح لنا ان احنا نقف قدامك الا اننا يا ربي من خلال صلوات القديسين ومن خلال شفاعة الست العذراء ومن خلال دمك المسفوك على خشبة الصليب نتجرأ نحن اولادك في هذه الساعة يا ربي بجالة البنوة ان نتحدث فيك. فاسمع يا رب من السماء في هذا البيت المقدس، اسمع الان وارغي الى صلاة اولادك وصلاة عبيدك الذين رفعوا قلوبهم اليك، والذين يا ربي قدموا حياتهم ليك، والذين قلوبهم مشتعلة بمحبتك ومملوءة بالامال الكبيرة في العام الجديد ان هي حياتهم تكون كلها ليك. مين منا يا رب واقف قدامك دلوقتي وملوش عزم وامل فيك ان حياته تكون حياة قديس في العالم الجديد؟ مين منا يا رب واقف قدامك دلوقتي وما بيطلبش من قلبه ان ينسى اللي فات كله ويبتدي حياة جديدة؟ عاوزين يا رب صوتك يرن في ودننا دلوقتي في اللي قلت في سفر الرؤيا، ها انا اصنع كل شيء جديدا كما قال معلمنا بولس الرسول، الاشياء العتيقة قد مضت هذا الكل قد صار جديدا. الان نتطلع يا ربي لكي يصير كل شيء جديد في حياتنا، ولكن يا ربي اتطلع اليك في هذه اللحظة كما تطلع اليك التلاميذ وقالوا ليك اصرخ الجموع لئلا يخوروا في الطريق. من اين لنا يا ربي ان نحضر طعاما يخدع هذه الجموع الواقفة امامك في هذه الليلة؟ لكن وحدك يا ربي، وحدك ولا اخر شواك التي تبارك في الخمس خبزات وتكسر وتعطي ويخدع الكل. هو ده اللي بطلبه منك يا رب الليلة، ان احنا نختفي وانت تبتدي دلوقتي تبارك الخبزات وتكسرها وتخضع الكل. في الحقيقة يا رب انت بتعمل معانا كده في سر التناول باستمرار، عمرك ما جوعت واحد مننا، لكن الولاد يا ربي عاوزين نفسنا تتحرك عشان تستقبل هذا الخبز الحي لكي يعمل في حياتنا ويجددها ويخلقها من جديد. نعم يا ربي، هذه الجموع الواقفة امام المذبح عثمان فيك ان هي ما ترجعش فارغة ابدا، وعثمان فيك ان السنة دي تكون مملوءة بالخيرات،
بارك في سليل السنة بصلاحك. أثارك تقطر دسما. نعم يا ربي انظر إلى هذه النفوس. انظر إلى النفوس المخلصة. لا تنظر إلى ضعفي وإلى ذلي ومسكنتي. انظر إلى أولادك يا ربي الذين حضروا لكي يأكلوا من عندك ويشبعوا منك. انظر إلى احتياجاتهم لأنك أنت الذي ترعاهم وهم خرافك. خرافك يا ربي الذين تحملهم على من كبير. انظر يا ربي لا تترك طفل واحد صغير إلا وهو شبعان. انظر إلى كل نفس تائبة واقبل توبتها في اللحظة دي. انظر إلى كل نفس ضعيفة مثلي وأعطي قوة يا ربي. انظر إلى كل نفس تشتاق حياة معاك وأعطيها يا ربي شهوة قلبك. انظر إلى كل نفس تشتاق أن تعيش ظاهرة مقدسة. كل نفس يا ربي وقعت في خطية مثلي انظر إليها يا ربي وأعطينا حياة الطهارة في هذه اللحظة. انظر إلى الكنيسة كلها يا ربي. أنا عارف يا ربي إن أنت عينك لا تغفل عن واحد أبدا. مفيش خروف من إيدك يستطيع الشيطان أن يخطفه أبدا. يا ربي يسوع الكنيسة كلها. كل نفس جربها واشتتها عشان تعرف تعيش معاك. أنا ما أعرف يا ربي أعلم كل واحد إزاي تكون الحياة مع المسيح. ولكن أنت تستطيع أن تقتحم كل قلب. وتدخل يا ربي إلى القلوب التي لم تعرف كيف تسجد لي فتعلمها السجود. وتجعل يا ربي الشيطان الذي لم تتعلم كيف تنطق أمامك بالتسبيح أن تسبح. لأنك من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا. تستطيع أن تحرك قلوب الأطفال وأفواههم كي يسبحوك. يا ربي أعطينا كل ما في هذه الليلة وفي هذه اللحظة بالذات حياة مقدسة ترضيك. كل شيء فينا ناقص. كلنا الموازين إلى فوق. كلنا يا ربي محتاجين إلى نعمة غنية تسند. الأيام مقصرة وشريرة. والأيام يا ربي دلوقتي مملوءة بالشر. والعالم يا ربي بيقضى بقوة وبيدخل جوه الكنيسة. حتى إن المظاهر والشكلية وأمور أخرى خفيفة ومزعجة جدا دخلت الكنيسة. لكن للشهود أمناء ونفوس باقيين للحظة ديت هيشهدوا ليك يا ربي. هيشهدوا لمحبتك. مش هيخونوها. مش هيخونوا صليبك. هيحبوك حتى الموت. هينفذوا وصية محبتك ويعيشوا شهداء للمحبة. سوف لا تدخل الكراهية إلى قلوبنا ولا الحقد ولا الطغيانة. سوف نحب إلى الميل الثاني بنعمتك الساكنة فينا. سوف يا ربي نحفظ أعيننا وأجسادنا بلا عذرة بنعمتك يا يسوع. سوف نحفظ حياتنا مقدسة للذي أحبنا ومات عنا كي لا يعيش الأحياء فيما بعد ازدوادهم بل للذي أحبهم ومات عنا. ليس لنا حياة إلا فيك. لنا الحياة هي المسيح والموت هو ربح. إن عشنا للرب نعيش وإن متنا للرب نموت. إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. ليست لنا حياة منفصلة عنك يا ربي أبدا. ولكن حياتنا بعيد عنك يا ربي لا تساوي أكثر من حسن التراب حقير تداس بالرجلين يا ربي. ولكن حياتنا في المسيح يسوع حياة نهائية مساهيك. اعطينا يا ربي اعطينا توبة العشار. اعطينا توبة اللص اليمين. اعطينا توبة المرأة الخفية. اعطينا توبة حقيقية بلا رجعة. اعطينا ربي حياة مملوءة بالشجاعة لكي نشهد فيك اننا سنعيش بالحق كما يحق لوصية انجيلك حتى الموت. سنعيش امناء ونشهد لمحبتك. سنشهد يا ربي لصليبك ولقطرات الدم التي يا ربي تتساقط من جنبك الطاهر. سنسمع صوتك يا ربي من على راضية بعيدة فوق الجلجثة فاتحا ذراعيك تقول اليوم تكون معي وترث ملكوتي. نعم يا رب يسوع سنسمع صوتك من على رابية الجلجثة. وانت يا رب فاتح ذراعيك على هذه الحجبة الكبيرة. فاتح ذراعيك وصارخا تعالوا الي. تعالوا الي يا اولادي. تعالوا الي يا ثقيل الاحمال. تعالوا الي ايها المتعبين.
تعالوا لتجدوا الراحة في أحضاني. ليس لكم راحة في هذا العالم أبدا. العالم يعرض لكم راحة آخرها مر وألم وعذاب وتعب، ولكن الراحة الحقيقية عندي. ما زال صوتك يا ربي من على هذه الرابية العالية يرن في آذاننا، تعالوا. لماذا تتكاسل يا نفسي؟ لماذا تسدي أذانك؟ الآن وقت مقبول، تفتحي أذانك واسمعي صوت حبيبك. هو ذا آتي طافرا على الجبال، قافزا على التلال. هو ذا يقرع على أبوابنا. افتحي لي يا حبيبتي، يا حماماتي، يا كاملتي، افتحي لي، لأني رأسي قد امتلأ من الطم وقطفي من الندى. افتحي لي، افتحي لي، إن فتح أحد أدخل وأتعشى معه وعنده نصنع منزلا. الآن وقت مقبول، ادخل يا ربي إلى قلبي، اقتحم قلوبنا جميعا، تعال واسكن إلى الأبد. لأن صهيون الأم تقول أن إنسانا وإنسانا صار فيها، وهو العلي الذي أسستها. يا ربي اقبل صلوات أمك القديسة الطاهرة مريم من أجلنا، اقبل شفاعتها عنا في هذه الليلة. اذكر يا ربي الكنيسة كلها، واذكر كل نفس مشتتة ومعذبة في توهان في ضلال هذا العالم. يا رب، مين يعرف النفوس الضالة إلا أنت؟ مين يعرف النفوس البعيدة إلا أنت؟ مين حيسهر على النفوس دي في الليلة دي إلا أنت؟ مين اللي اتجرح عشان الكل إلا أنت؟ مين اللي اتصلب عشان الكل إلا أنت؟ يا رب، استخدم الكل بالمراحم الواسعة. اذكر آباء الكهنة، اذكر أبونا تدرس في مكانه أيضا، اذكر أبونا لؤى، اذكر أخويا أبونا متى أيضا، اذكر ضعفي، اذكر أبائنا الكهنة في هذه المدينة وفي كل مدينة، اذكر كل خادم مخلص في مدارس أحد بيخدمك بأمانة وبيشهد فيك. اذكر يا رب كل خادمة مخلصة، اذكر يا رب كل نفس بتحط في السين من أعوازها من أجل ملكوتك يا ربي. اذكر كل نفس بتقدم كأس بارد ما تضيعش أجرها أبدا. اذكر يا رب لكي يكون كل خدامك وتلاميذك ويكونوا متعلمين منك. اذكر أبونا البطرس يا ربي وهو بيقود دفنة السفينة. املأه من كل حكمة روحية، املأه من قوة روح القدوس، تعطي لي مجد وبهاء للكنيسة كلها يا ربي على أيديك. اذكر أبانا الأشقفة، اذكر أيضا يا ربي إخوتنا المجروحين واللي لهم نفوس انتقلت للسماء، لأنك أنت عزاء كل نفس. اذكر يا رب المرضى أشفيهم، اذكر النفوس اللي في المستشفيات والمتألمة والمريضة في بيوتها يا ربي، لأنك أنت تستطيع أن تشبع كل حي من غناك. اذكر يا رب النفوس اللي في ضيقة، اذكر يا رب الذين في السجون، اذكر يا رب الذين في السجن، اذكر يا رب المظلومين، اذكر يا رب المتضايقين، اذكر يا رب المحتاجين، اذكر شعبك. لا تنسى اننا شعبك وغنم رعيتك. ليس لنا راعي سواك، ليس لنا اله يحبنا الا انت، ليس لنا الا انت المحلوب، حبيبنا، حبيب نفوسنا. نستهي يا رب ان نركع الان تحت اقدام صليبك ونقبل قدميك اللتين اعتقتانا من طريق الضلاله. باركنا، ضع يدك علينا كلنا وباركنا فرد فرد، لا تنسى واحد ابدا يا رب، ما تنساش ابدا. بارك اللي ما حضروش، انسى اللي فات يا يسوع، لانك حنين. انساه طيب يا رب في دمك، انسى خطايا السنه اللي فاتت في دمك. اغسلني فابيض اكثر من الثلج، تمضح علي بجفاك فاطهر. اخيرا يا ربي شفاعة كل الاديسين، اسمعنا عندما ندعوك نحن اولادك، ابانا الذي في السماوات.